في الحقيقة بما أننا بنتكلم عن مهرجان ترفيهي هو الأضخم في المنطقة وهو هدفه إسعاد الجمهور، ففي الحقيقة ما ينفعش أبداً المهرجان ده يمر مرار الكرام من غير ما يكون فيه صاحبة السعادة، الفنانة الكبيرة اللي بتسعدنا دايماً إسعاد يونس. صاحبة السعادة هتقدم حلقة خاصة على هامش المهرجان، وهي في الحقيقة للذاكرة، هتستضيف خلالها الموسيقار العالمي نادر عباسي وكارمن سليمان والمطرب لؤي. الحلقة دي هنفضل نفتكرها كلنا يعني، وهتعيش في ذاكرتنا يوم 25 يوليو الجاري على مسرح المدينة التراثية في العالمين الجديدة. يعني خلونا نعرف أكتر عن هذه الحفلة وهذه الحلقة من طبعا الفنانة الكبيرة إسعاد يونس اللي بتنضم لينا دلوقتي عبر الهاتف. مساء الفل عليكي، وأنا سعيدة جدا جدا أن حضرتك معانا دلوقتي. حبيبتي ربنا يخليكي، مساء الفل عليكم كلكم. مساء الخير، ومهما أوصف لك حضرتك بتسعدينا إزاي مش يعني الكلام ما يكفيش. تسلمي حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. يعني خليني الأول أتكلم عن مهرجان العالمين وليلة لا تنسى، يعني وهي ليلة عمار الشريعي. حابة أتكلم عن يمكن علاقة حضرتك بعمار الشريعي كانت عاملة إزاي؟ أكيد كانت بتجمعكم صداقة. لا، إحنا كنا بيست فريندز، يعني كنا أصحاب أنسين سنين طويلة. فهو له في حياتي قاسم كبير جدا يعني. وجوده معانا في العالمين الجديدة، أنا من جوايا يعني عندي إحساس إن أنا واخدة صاحبي عشان يشوف بلدنا حصل فيها إيه، لحسن تكون فاتته الأحداث الجميلة دي. إحنا عاملين ليلة لعمار الشريعي بنقدم فيها مجموعة من أعماله اللي يعني هو لو كان موجود بينا ما كانش هيصدق إنها بتتنفس بالجودة دي وبالعظمة دي. مجموعة كبيرة من الأغاني، في أحداث كثيرة يمكن شبه الحفلات العالمية، يعني ما بنحضر حاجة دلوقتي مش قادرة أقول عليها قوي لحد ما نشوفها على المسرح. يعني دي هتكون مفاجأة. في مفاجآت كتير الحقيقة. بس هو اللي أنا مداس في قلبي قوي إنه عمار هيكون في الليلة دي معانا، ما فاتوش حاجة. يعني أصوات زي كارمن سليمان ولؤي، الاثنين أصواتهم يعني ليها جمهور كبير قوي قوي، كلنا بنحبها جدا. هيغنوا بقى يعني أغاني بألحان عمار الشريعي، أنا يعني متخيلة بقيادة طبعا المايسترو نادر عباسي. عايزة أعرف بقى من حضرتك كده، يمكن غششينا ولو أغنية واحدة، أو إيه الأجواء اللي احنا ممكن نتوقعها في اليوم ده؟ ما انا بصي، احنا البروفات شغاله حاليا، فانا مش هقدر اكشف، بس هي الناس ممكن تتوقع حاجات كتير، لكن هي مش الحاجات اللي مسموعه كتير قوي 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 لدرجه التكرار والزهق يعني. يعني احنا منقيين شويه حاجات طبعا تناسب صوت كارمن وصوت لؤي، الاثنين من المبدعين الحقيقه الجمال جدا جدا يعني. كونهم بيغنوا على اوركسترا سيمفوني دلوقتي بقياده المايسترو نادر عباسي هيدي الالحان دي طبيعه مضافه ومختلفه. عشان كده بقول لك كان نفسي يعني اتمنى يكون عمار شايفنا من مكانه. بنعمل ايه؟ لان احنا قد ما نتقدم لقدام قد ما ما بننساش صحابنا اللي كانوا معانا في الحلقه. أكيد يعني ما ينفعش صاحبة السعادة تكون معانا وبعد استضافة حضرتك لكل تقريبا فنانين مصر والعديد من فنانين الوطن العربي وما توجهيش رسالة للفنانين المصريين بمناسبة المهرجان، تحبي تقولي لهم إيه؟ بقى أنا بقول لهم إنه يعني وجه مصر المشرق هيفضل موجود، والأصل موجود، والبلد زي ما هي طول عمرها مشهورة إنها ولادة هتفضل ولادة. والفرص دي زي مهرجان العالم عالمين وكل الاحداث الثقافيه اللي بتحصل، المهرجان لامم او شامل مجموعات كبيره من الفنون كمان، مش بس الفنون الادائيه والغنى وكده، يعني في حاجات انتوا طبعا اكيد سلمتوا عنها، فده بيقول انه مركز الحضاره هنا، وان البلد دي هتفضل ولاده طول العمر يعني، والحاجات دي بتقوي قوي فرص الشباب والجداد والمبدعين يعني.
احنا متحمسين قوي للحلقة وحابين نشوف حضرتك، يعني طبعا مع الفرقة بقيادة المايسترو الكبير نادر عباسي. احنا بنتكلم على اوركسترا فيها حوالي 29 عازف، فاحنا بنتكلم على حفلة كبيرة حضرتك. جدا 90 حضرتك 90 90 عازف. لا يعني بقول لك عشان كده الاعمال لما بتتكتب تاني لاوركسترا كبير كده بتتكتب بشكل تاني وبتتوزع بشكل يعني بيقولوا ايه انترناشونال يعني. اكيد. فبعد كده تقدري تقدمي الاعمال دي كلها في كل الحاجات اللي بنشوفها في العالم، في الحفلات المفتوحه وفي الاحتفالات، يعني انك عندك الماده متقدمه ومتوزعه ومعزوفه بشكل عظيم يضاهي احدث الطرق. وبقول لك في يعني مفاجاه جديده برضو مش قادرة كان ماسكني، هم ماسكني دلوقتي مش بخليني أتكلم. حضرتك كمان يعني أنا أبوح. يعني احنا كنا حابين حضرتك اكيد تحكي لنا اكتر، لكن حضرتك كمان بتحبي جدا دعم المواهب الشابه. يعني خليني اقول استضفتي كارمن يمكن اكتر من مره، واستضفتي لؤي قبل كده، بتحبي تقدميهم دايما بطريقه مختلفه. طبعا طبعا، ما هم مواهب جميله وعظيمه وثروه طبعا. وبجانب عمار الشريعي كمان حضرتك كرمتي رموز فنية قبل كده كتير، هل هنتوقع ان احنا نشوف يمكن ليالي تانية زي دي في المهرجان؟ لا مش هنقدر في المهرجان السنة دي نعمل اكتر من الحفلة دي عشان نسيب الفرصة للعروض الاخرى، لان العروض كتيرة ومتعددة وكلها مفاجآت جميلة، فمن حق كل واحد فينا انه ياخد ليلة يقدم احلى ما عنده ويسيب الفرصة لغيره. لكن ارض الاستوديو والبلاتو بتاعنا جاهز دايما لاننا نقدم برضو مفاجآت جديده كلها تعتمد على النوستالجيا وعلى المواهب الجديده اللي احنا بنفضل وراها بنكتشفها طول الوقت. في الحقيقه موسيقى عمار الشريعي بتعيش دايما في وجداننا واذهاننا، وفي كده اعمال ليه مستحيل ننساها، سواء رأفت الهجان، زيزينيا، غيره، في يعني اعمال هي دي الاعمال اللحن مصري حقيقي. فاحنا مبسوطين قوي ان ده هيكون حاصل في مهرجان العالمين هذه الليله اللي فعلا هتبقى للذاكره ومش هنقدر ان احنا ننساها. ولما حضرتك فنانه كبيره قوي زي الفنانه والاستاذه اسعاد يونس هي اللي تقدمها وتكون بصحبتها هذه الحلقه، احنا متوقعين نجاح باهر لهذه الحلقه يا استاذه اسعاد، واحنا مبسوطين قوي ان حضرتك كنتي معانا النهارده. بنشكرك حبيبتي، ربنا يخليكي، شكرا لضيافتك يا حبيبتي، كتر خيرك، كل سنه وانتم طيبين جميعا. حضرتك طيبه. يعني في الحقيقه زي ما قلنا انه فنانه كبيره زي اسعاد يونس هي صانعه البهجه وصانعه السعاده، ومهرجان العالمين هو مهرجان كبير في الحقيقه، فبيليق بيه انه الفنانين الكبار رموز القوى الناعمه المصريه هم دول اللي يقفوا ويقدموا ويكونوا صوره مشرفه للمهرجان. وفي الحقيقه ليله عمار الشريعي احنا متوقعين ليها نجاح باهر جدا، لان كل عوامل خليني اقول النجاح متوفره في هذه الليله، من الموسيقار الكبير نادر عباسي، من الاصوات المصريه الجميله كارمن سليمان، لؤي، اصوات شابه لكن جمهورهم في الحقيقه كبير جدا، العازفين الكتير، ان انا كنت فاكره ان هم 29 عازف لكن هم 90 عازف، فاحنا بنتكلم على اوركسترا كبيره جدا جدا. فخليني اقول ان لما العوامل دي كلها تكون متوفره اكيد العمل ده هينجح جدا. بنشكركم يعني على المجهود اللي انتم عاملينه عشان تقدموا لنا حاجات زي دي.